عسلامتكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا مع بعضنا مكرونه تونسيه مشخشخه بالتون في اسرع وقت ممكن. يلا نشوفوا مع بعضنا طريقتي في تحضيرها. اول حاجه الساعه قبل ما نبدا نقشر الثوم لحد شيء، نحط الماء نتاعي يسخن، الماء نتاع المكرونه، ونقرا حسابي الماء باش نمرق به الصلصه، ونزيد لهنا 3 مغارف ملح. بالطبيعة الملح تزيدوا كل حد كيما هو مستانس، ونغطيه الماء ونخليه يسخن على راحته لطون باش نحضر الصلصه نتاعي. اول حاجه بالطبيعة نقشروا الثوم لهنايا، هنا يعني راني الثوم نقشره بالسكينة حبة حبة ونهرسه بالمهناز. اللي يعرف طريقة ما أسرع ينورنا بها في التعليقات. قد ما جربنا طرق رناها على الانترنت، الحقيقة ديما نلقى روحي نعمل كيف الطريقة هذه. باهي هنا نهرس الثوم تاعي مليح مليح، وتوا ننتقلوا لتحضير الصلصة. أول حاجة نحط الزيت نتاعي، لهنا استعملت زيت زيتونة، بالطبيعة تستعمل المتوفر عندكم، لكن بالطبيعة من المستحسن نستعمل زيت زيتونة سيرتو توا اللي هو وقته. ونحط لهنا الطماطم المعجونه نتاعي، راني هنا الكميات باش نستعملها على رطل المكرونه. اول هنا حطيت نصف حكه طماطم معجونه، وباش نخلط الثوم نتاعي وباش نقليوهم مليح مليح. هنا كيما تشوفوا مانيش باش نستعملوا الطماطم الكعب على خاطر بالطبيعة باش ياخذ منا اكثر وقت، ما غسلناهم ما قشرناهم ما رحيناهم ما مدينا الروبو، كان ديجا كلتنا الوقت. واحنا قلنا هنا باش نشوفوا طريقه باش في سفيسه تحضر لنا. باهي هنا باش نقليوهم مليح مليح، سيرتو لي احنا مش بنستعملوا بنستعمل مع طماطم معجونة كهو، لازم تتقلى مليح مليح باش ما تقعدناش لا قرصية لا حتى شيء. هذه هي أهم مرحلة في المكرونة، وفي حتى ولات الكل في المرحلة هذه. باهي لهنا باش نزيد الفحات نتاعي، باش نزيد الفلفل الأحمر زوز مغارف، بالطبيعة كل حد حسب الحرورية نتاع الفلفل وقتاش يحبها محرحرة. يعني هنا راني نحب الحاجة مزيتة وتكون محرحرة، كل حد وكيفاش مستانس ياكل. سينو انتوما تزيدوا على كل حد حسب الفلفل نتاعو وقداش حروريته. باهي لهنا نقليوها مليح مليح حتى لين توصل للمرحله هذه كيما تشوفوا فيها كيفني. وتو باش نزيد الفحات نتاعي، بون هو كركم كهو، مش نكثر التابل لحد شيء، جوست الفلفل الاكحل برا يتحط من الاخر. باهي لهنا تو كيما تشوفوا الماء نتاعي ديجا غلي وسخون، معناتها باش نمرق به الصلصه نتاعي. وكهو لهنايا دونك مرقت الصلصه نتاعي، نزل هنايا ورقتين وثلاثة رند، نحطوهم مع الصلصه ونخليوها تغلي. تحبوا تزيدوا قرن فلفل، تحبوا تزيدوا كل حد شنو يحب يزيد، لكن هنايا ابسط المكونات وصدقوني خرجونا مكرونه فايحة تعمل الكيف. لهنايا باش نرمي هذا المكرونه نتاعي نخليها تتصمت. وكهو لي طون تصمت المكرونه نتاعنا وغليت الصلصه، كان الصلصه والمكرونه نتاعنا حاضر مع بعض. لهنايا المكرونه نتاعي راني ما نشوفها طابت الا من داخل نذوق. باهي لهنا خليوها ناقصه طيب شويه، ما خليوهاش الكل معجنه. والصلصه نتاعنا كيما تشوفوا فيها غلات وخثارت وقرت الزيت نتاعها، باش نخلي الخطا ما نسكرش عليها على الاخر يعني بشكل بخار يخرج. وكهو نزيد هنا التون نتاعي، عندي لهنا حكيكه صغيره هذيك صبيتها وخليت منها شويه برا للتزيين. من بعد تالي اللي يحب يزيد في الاخر اللي يحب يزيد تو، كل حد كيفاش يحب، لكن مش عطي فرق كبير. هكا هاو نحط الزيتون كذا كيف كيف، نحط شويه برا باش ما يملحليش برشا الصلصه. هكا هاو هذه هي المقرونه نتاعنا ساهله مان. هذه الفلك كما قلت لكم نزيدوه في الاخر، في الفلك من المستحسن ديما يتحط اخر حاجه. هكا هاو نزيد نخليها تغلي شويه اخرى ونسكر عليها، وهكاك نربحوا الوقت. ما حضرت المقرونه نتاعنا كان حضرت الصلصه معاه. وهذه هي مقرونتنا حضرت، نصفيو المقرونه نتاعنا ونسقيوها بالصلصه. هنا المقادير راهي مضبوطة كما قلت لكم، اشتر حكة طماطم معجونة على رطل المقرون، ونصبوا الصلصة نتاعنا الكل كما تشوفوا فيها تجي مشخشخة تشرح، نخليوها تتشرب شوية وكها، وما بقى لنا كان باش نسربيوها وناكلوا بالصحة وبالشفاء. كان عجبتكم الطريقة ما تنساوش باش تجربوها وترجعوا لي بالتعليق نتاعكم. ما تنساوش باش تحطوا جيم، واللي زورنا أول مرة ما يبخلش باش يخلي اشتراك ويفعل الجرس، هكاك كل حاجة جديدة نهبطها تجيكم عليها نوتيفيكاسيون. إن شاء الله تكون الطريقة عجبتكم، وتوا نقولكم بسلامة ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.